عمري 25، أنا معي اثنين، معي بنت بس مستأجر بيت فقط مستحيل. لا بنتي عادة ب5 سنين، أكبر وحيدة ب5 سنين، البنت ب5 سنين، الأب بنت ما يدسوش عليهم. بنك الأمن دلني على بو وحيدة دليتني على قال بو هنا يسرقوا بقرض، فرحنا له هناك سجلنا، أجا معانا واحد دلنا البضاعة، دفع البيت بس دلنا البضاعة، احنا شلينا البضاعة وطلعنا. بعدها شليته القرض، الآن الحمد لله متوفر عندي البضاعة، المصروف، كل شيء متوفر له الحمد. ما لامني زوجي في عاده قال تمام، كان قال ليش المبلغ كبير، بس قلت له احنا نشوف المبلغ صغير معانا نكون نقدر نسدد حقه، لما يكبر معانا المبلغ يكبر معانا يعني الفوائد، يكبر معانا أي حاجة يكبر معانا، لما نكمل هذا نشوف بعده مبلغ كبير وأعمل حاجة كبيرة مثل ما أعمل دكان، أعمل حق اتصالات، أقدر أعمل لي حتى شغل اللي يكون قادس اللي يبيع بالسوق، ما هوش عيب. زوجي كان مدقال كل شيء عليه، الآن بدو يساعده، نوزع معه حاجات، نسلم نوم الإيجار، نسلم حق الكهرباء، نسلم حق الماء، عندي مصروف نوم، ساعدني زوجي، شوي عندي من جهته وأنا عندي من جهتي، نكون مستعدين، حتى لا مني الأهل، لا مني الجيران، ماليش منهم، أهم حاجة واثق أنا بنفسي الساعدني زوجي، أشتي أهم حاجة أني واثق بنفسي وداري بنفسي، زوجي واثق وداري بي، أنا أشتي أدبر نفسي، وأشتي أسعد عيالي. واشتي لنا ندرس عيالي لا يؤسسوا يقول لقون جلوس داخل انه ما بوش ولا مشغول ولا شيء، ضروري المساعده من المراه والرجال.